وما بين المجتمع الأعمال والممولين بشكل عام. ده الهدف الأول والمحور الأول لعمل وزارة المالية خلال الفترة الماضية. المحور الثاني اللي يتمثل برضه في الأول هو إزاي نقدر عندنا سياسة مالية متوازنة من جانب الاهتمام بالضبط المالي والضبط المالي المالية العامة. ده دور أساسي لوزارة المالية نيابة عن كل الإدارات في الحكومة المصرية، وإزاي في نفس الوقت نقدر نتوازن دفع النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصدير والعملية الإنتاج في مصر بشكل متوازي، إزاي نقدر نعمل التوازن دوت بشكل يضمن لنا وجود انضباط مالي ودفع للنشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية. ده المحور الثاني. المحور الثالث هو مرتبط بإن إحنا إن شاء الله بصدد الانتهاء من استراتيجية متكاملة للتعامل مع موضوع المديونية وخفض المديونية وتحسين مؤشرات المديونية بكل أبعادها وبكل جوانبها. مستقبل الأوضاع المالية ومستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. ده المحور الثالث. ثم المحور الرابع والأخير، إزاي كل الحاجات دي تسمح لنا بوجود مساحة مالية أكبر، وإزاي نوجهها أكتر لجهود الحماية الاجتماعية وجهود التنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطن، اللي هو في الآخر كل الأمور دي بتصب في خلق مساحة مالية ووضع مالي يسمح بطموح أكبر بكتير في هذا المجال. لو بصينا على الأربع محاور دي اللي هتكلم عليها دلوقتي، هنلاقي إن ما بينهم حاجة بتؤكد عليها المجموعة الاقتصادية، بتؤكد عليها الحكومة المصرية، هو إزاي نوجد دور أكبر للقطاع الخاص عشان يبقى هو مساهم رئيسي في الاقتصاد المصري، وإزاي نقدر نفتح له مجالات جديدة ومساهمة أكبر. كل المحاور دي هدفها الرئيسي واللي بيجمعها هو هذا الهدف الرئيسي. لو هبتدي بالمحور الأول، وهو إزاي نقدر نخلق مع بعض شراكة حقيقية ما بين المصالح الإرادية، خاصة مصلحة الضرائب المصرية. ومعايا النهاردة السيد نائب الوزير للسياسات الضريبية، ومعانا النهاردة السيدة رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، عشان نؤكد ليكو أنه إحنا هدفنا الرئيسي دلوقتي هو خلق شراكة وتوازن وتحسن كبير في العلاقة ما بين المصالح الإرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال. طب إيه اللي تم في أول 100 يوم؟ إيه اللي تم في أول 100 يوم في هذا العمل؟ لأن في حاجات كتيرة تمت إحنا فخورين بيها وبنرى إنها بداية جيدة ممكن نبني عليها فعلاً إصلاح حقيقي في هذا المجال. إحنا خلال أول 100 يوم أطلقنا وأعلنا ومجلس الوزراء وافق على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. فرصة جيدة وأنا هنا موجود مع حضراتكم السادة نواب الشعب إن أنا أشرح لحضراتكم الحزمة الأولى دي إيه أهم تفاصيلها اللي تم إقرارها، واللي جزء من تطبيقها هيحتاج بعض التعديلات التشريعية اللي مجلس الوزراء أقرها، وإن شاء الله هي أحيلت لمجلس النواب ونيجي الأسابيع القادمة بإذن الله نناقشها ونقرها بإذن الله مع بعض عشان نفعل جزء من الأمور الهامة في هذه الحزمة. لكن الحزمة الأولى دي 20 إجراء متكامل. العشرين إجراء متكامل دول هدفهم أربع حاجات رئيسية. إزاي نخفف الأعباء على الممولين ومجتمع الأعمال ونجذب ممولين جدد. إزاي نجذب ممولين جدد، نوسع القاعدة بإجراءات واضحة جدا هتكلم عليها. إزاي نقدر نعمل مساندة لسيولة لدى الشركات والممولين في الأوضاع دي مع تكلفة تمويل مرتفعة جدا. إزاي نقدر ندي مساندة سريعة للممولين والشركات خلال هذا العام المالي. إيه اللي ممكن نعمله عشان نوحد ونبسط ونحسن الخدمات الضريبية. إيه اللي ممكن نعمله عشان نبسط ونحسن ونسهل الإجراءات الضريبية لكافة المجتمع الضريبي. وإيه اللي ممكن نعمله عشان نقفل عدد كبير جدا من الملفات القديمة اللي بتشدنا لورا، ونفكر بقى للمستقبل أكتر ما نبقى إحنا طول النهار باصين للماضي. إزاي إيه اللي ممكن نعمله في هذا الأمر؟ دول الأربع أهداف الرئيسية. العشرين إجراء بيخاطبوا الأربع أهداف الرئيسية دول. وخلوني بعد إذنكم أديكم تصور سريع على أو شرح سريع للعشرين إجراء
الحمد لله اللي احنا اطلقناهم واللي احنا بنوعد بتنفيذهم بالكامل هذا العام المالي 24-25 مع نهاية يونيو. هذه الإجراءات هتكون مطبقة بالكامل إن شاء الله. الإجراء الأول وكان حاجة غايبة عندنا في منظومتنا التشريعية وفي منظومتنا الضريبية، ما كانش في نظام ضريبي متكامل يخاطب المنشآت الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وحتى مجتمع الأعمال الصغير اللي هو جزء منه كمان المهنيين. كان عندنا بعض المواد اللي بتخاطب هذه الفئة سواء جوه تشريعاتنا أو حتى بره تشريعاتنا، لكن ما كانش عندنا نظام متكامل يخاطب هذه الفئة ويعمل لهم نظام سلس سهل جاذب يشجعهم على ان هم يجوا يسجلوا ويقدروا يخشوا في الاقتصاد الرسمي ويقدروا يستفيدوا من كل امكانيات الدوله من تمويل من مساندات من برامج موجوده ومتاحه لمسانده هذه الفئه. فاحنا النهارده بصدد ان احنا بندخل في تشريعاتنا منظومه متكامله لهذا الامر. طب ايه ملامح هذه المنظومه؟ أول حاجة دي منظومة متكاملة بتخاطب كل أوعية ضريبية، ما بتكلمش على ضرائب الدخل بس، بتكلم على كل أوعية ضريبية في منظومة متكاملة. يقدر بالتالي الشركة الصغيرة أو المستثمر الصغير أو أي حد من الشباب اللي عملوا شركة مع بعض في ريادة الأعمال عايزين يتوسعوا يقدروا يبصوا على هذه المنظومة ويحسبوا بدقة جدا تكلفة عليهم وإيه الأعباء عليهم بوضوح وبيسر، وهيلاقوا إنه هذه الأعباء منخفضة جدا 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 عن الاوضاع السابقه وواضحه ومحسوبه وبسيطه. احنا بنعفيهم من حاجات كتيره جدا في المنظومه دي وبنقدم لهم المسانده دي لان احنا عايزينهم يكبروا. زي ما بقولنا لو عايزين نعمل شراكه فاحنا هدفنا ان شريكنا يكبر وينمو، وده افضل حاجه لينا كماليه وكحصيله في المستقبل. فبنعفيهم بقى من كل امور الدمغه ورسم التنميه والارباح الراسماليه وضريبه توزيعات الارباح والخصم والتحصيل تحت منظومه ضريبيه، عشان كل الحاجات دي الحقيقه بتخاطب الشركات الاكبر، ويعني هدفنا هنا ان احنا نساعدهم. كل ده هم معفين منه، لكن كمان جينا في نظام الضريبه على الدخل وعملنا لهم منظومه ضريبيه حتى 15 مليون جنيه بسيطه جدا مبنيه على الايراد او على رقم مقطوع او نسبه من الايراد. ليه نسبة من الإيراد؟ لأنه في الآخر الإيراد لا خلاف عليه ما بين أي ممول وما بين مصلحة الضرائب، في اتفاق دائما على الإيراد. دائما المشكلة بتيجي في المصروف وهل هو معاه كل المساندات ولا لا، وهل نقبل المصروف دوت ولا لا. فإحنا قلنا لهذه الفئة حتى 15 مليون جنيه بنسهل لهم الأمور جدا وبنوضح لهم بالضبط الأعباء بوضوح وبدقة وبنعمل لهم شرايح، والشرائح دي محدده في القانون وبتقول حتى مليون جنيه بيدفع الرقم القطعي دوت، اكتر من مليون جنيه حتى 5 مليون جنيه بيدفع نسبه من الايرادات الضريبيه. طبعا لما يحسب الحسبه دي حتى 15 مليون جنيه يدفع 1.5% من الايرادات الضريبيه، هيلاقي لو حسب الحسبه دي هيلاقي ان الاعباء الضريبيه عليه اقل بكثير جدا 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 من اي منظومه اخرى كانت في السابق موجوده او كانت متاحه، وبالتالي هيبقى عنده وضوح رؤيه وتخفيض شديد في الاعباء. وزي ما قلنا عفناه من حاجات كتير قوي ثانيه. هيتبقى نوعين من الضرائب هو مكلف بتحصيلهم وليس محمل بيهم، وهو ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على المرتبات أو ضريبة المرتبات، لأنه الحاجة الحقيقة اللي المفروض ضريبة القيمة المضافة يدفعها هو الممول أو المستهلك النهائي، لكن هو بيحصلها منه وبيديها لنا كمصلحة ضرائب. فإحنا جمعنا عملنا له منظومة بسيطة جدا وعملنا له إقرار مبسط جدا، وطلبنا منه بدل ما يسددها شهريا يسددها ربع سنوي، بحيث ان هو حتى ما يبقاش عليه اعباء وحتى ممكن هو يستفيد من هذا الامر بحيث يقدر يتعامل مع السيوله بالنسبه له كشركه. وحتى ضريبه المرتبات اللي المفروض الموظف عنده هو اللي بيدفعها قلنا له ادفعها مره واحده في السنه مع اقرارك الضريبي عشان ما يبقاش عندك عبء، وبالتالي بدل ما هو مطالب يعمل 17 اقرار في السنه سواء لضريبه الدخل او لضريبه المرتبات بقى اقرار واحد في السنه يعمل فيه كل هذه الامور وبيسر وبسهوله. ونفس القصه في القيمه المضافه. وعملنا حاجه تانية مهمه جدا في هذا النظام، بنقول له انه لمده سنه تعالى سجل معانا وهنعتبر دي شهاده ميلادك، مش هنبص لورا، مش هنرجع نقول لك انت كنت بقالك قد ايه شغال واحنا كان عندنا معلومه هنا ولا هنا، لا احنا هدفنا نفتح صفحه جديده معاك، عايزين نساعدك تكبر، تعالى سجل واحنا هنبقى داعمين ليك وهنسهل لك الامور. وقلنا له حاجه تانية مهمه جدا في القانون، لمده 5 سنوات احنا بنثق فيك، اللي هتقدمه هنقبله، اللي هتقدمه هنقبله.
ليه؟ عشان طبيعي جدا لو مجموعه شباب او شركه جديده دخلت في المنظومه الضريبيه محتاجه وقت تستوعب الامور، تطلع على كل الامور، تشوف المنظومه، وهنساعدهم في هذا الامر. وكل الامور الالكترونيه المرتبطه بالفاتوره والايصال هنساعدهم عليها وهنشاركهم تحمل تكاليفها، ان ما كناش هنتحمل كل التكلفه بالنيابه عنهم. الفكره هنا احنا عايزين نجيب القطاع غير رسمي، عايزين نجيب الشركات اللي عايزه تكبر ومحتاجه تكبر وعايزينها تكبر. عايزينها تكبر وتتوسع خلال الفترة القادمة بإذن الله. فده الإصلاح الأول أو إجراء مهم. ما كانش عندنا هذا الأمر، عندنا بعض المميزات موجودة في قانون المنشآت الصغيرة أو جهاز المشروعات الصغيرة، لكن ما كانش عندنا منظومة تقدر تدينا هذا التكامل والتناغم الكامل في هذا الأمر. زي ما موضحين كده على الشاشة قدام حضراتكم، ده شكل المنظومة وشكل الأعباء اللي بنخفضها بقوة جدا لكل المخاطبين دلوقتي بالقانون. زي ما قلت احنا زودنا الاستفادة حتى 15 مليون جنيه لهذه الفئة، وهدفنا زي ما بنقول نتابع هذا الأمر ونتأكد من انه هو بيتطبق على الأرض عشان نقدر ننجح فيه. احنا عملنا برضو مهم ان انا اوضح لحضراتكم، احنا من ساعة ما اعلنا عن الحزمة الاولى لغاية ما اقرناها في مجلس الوزراء ما بينهم كان في شهر ونص. الشهر ونص دول احنا عملنا اكتر من 25 لقاء، قابلنا كل الناس، اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ومجتمع الاعمال وممثلين المشروعات الصغيره والجمعيات المسؤوله عن رياده الاعمال، الاقتصاديين، المفكرين، طبعا المجتمع الضريبي نفسه بكل ابعاده، محاسبين من مكاتب وغيرها من الامور. وبالتالي ما تم التوافق عليه دوت كان بعد مشاورات كبيره جدا، من ضمنها مشاورات تمت مع جهاز المشروعات الصغيره ومع وزاره الاتصالات، لان هما وزارتين مهم او جهتين مهمين جدا، وبنوقع معاهم دلوقتي بروتوكول عشان نفعل هذا الامر بنجاح باذن الله هذا العام. فزي ما بنوضح في كميه مميزات كبيره جدا في هذا الامر، وكل اللي بنرجوه ان الناس تنتظم معانا في نظام الفواتير والايصالات الالكترونيه، لانه ده نظام مهم لينا كلنا عشان يبقى عندنا دقه معلومات ولا يمثل اي اعباء على اي ممول، بل بالعكس بيدي له حمايه كبيره جدا ان هو ينتظم في هذه الامور. لكن كل المميزات الاخرى اقرناها في هذا القانون، وان شاء الله يكون يعني القانون احيل وباذن الله يبقى في مناقشات ممتده مع حضراتكم الفتره القادمه لتفعيله. لكن دي حاجه تمت من جانب الحكومه ووافقت على هذا الاجراء. من ضمن الاجراءات الاخرى اللي احنا جايين بيها وماشيين فيها وخلاص بنطلقها، موضوع نظام المقاصه المركزي. فكره نظام المقاصه المركزي دي واحده من التوصيات الممتده على فتره طويله، ان بيبقى بالاخر الممول والمستثمر بيبقى عنده مستحقات عند الدوله وله مستحقات لدى الدوله. فالموضوع ببساطه احنا عملنا نظام مقاصه مركزي اختبرناه وجاهز للإطلاق. هذا النظام بيدي الممول كود وبيقدر يخش هو على صفحته ويقدر يشوف ايه اللي له ايه اللي عليه، ويقدر من خلالها يعمل اي مقصة زي ما يحب، بحيث ان هو يقدر يسدد اللي عليه من اللي له، وبالتالي تساعده في السيولة وتساعده في إدارة أموره بيسر وبسهولة. يعني لو حد له مساندة في دعم الصادرات، لو حد عمل مقاولة وله مستحقات عند الخزانة أو عند الحكومة، لو مورد عنده بعض المستحقات يقدر يستخدم هذه المستحقات التي لم تسدد له لسه، إن هو يقول أنا عايز أسدد بالمبلغ دوت جزء من الضرائب اللي عليا، جزء من الجمارك اللي عليا، جزء من فاتورة الكهرباء تدريجيا، هندخل فاتورة الكهرباء والغاز يعني مع اول اطلاقه لهذه المنظومه، بعديها بثلاث اشهر ان شاء الله نطمن المنظومه شغاله ونضيف هذا الامر. لكن ده هذه المنظومه جاهزه الحمد لله، بنختبرها دلوقتي اخر اختبارات وجاهزين لاطلاقها، والشركه عملتها واختبرناها، وزي ما بقول هتبقى حاجه مهمه جدا. بنوجد تعديل تشريعي تاني مهم جدا، بنحط سقف للغرامات الضريبيه لا تتجاوز الغرامات تحت اي ظرف 100% من اصل الضريبه، عشان ما يبقاش بقى في تاخر جدا في الفحص ويبقى في غرامات مبالغ فيها ومتضخمه وتعمل لنا مشكله. بنحط سقف في هذا الامر وبنحطه في القانون، والقانون باذن الله برضو الحمد لله مجلس الوزراء وافق عليه، وهو الحمد لله النهارده يعني موجود هنا
في مجلس النواب، وان شاء الله ياخد دورته ونناقشه مع بعض، وان شاء الله الامور دي تساعد في حاجات كتير قوي. من الحاجات المهمه جدا جدا برضو ومحتاج تعديل تشريعي، ان احنا اوجدنا بعض التعديلات التشريعيه اللي تسمح لنا بان احنا ندي بعض المميزات الكبيره جدا لكل الممولين القائمين واللي موجودين معانا في المنظومه، ونوجد حل لكل الملفات قبل 2020. وهذا الاقتراح موجود وهذا التعديل موجود في مجلس النواب. ببساطه يعني بنوجد حل بسيط جدا لكل ننهي كل المنازعات وكل المشاكل اللي موجوده عندنا او حتى اللي برانا بشكل بسيط جدا وبنسب يعني متعارف عليها وبنسب خدناها من الواقع الفعلي ما بين لجان انهاء منازعات ولا حتى القضاء لما بيخش بنحل اي نزاع على المراحل المختلفه. في نسب محدده احنا بنوجد بيها حل لكل الملفات، وبندي فرصه لكل الممولين اللي عندهم فحص جزافي بشكل معين او عندهم فحص تم بدقه وفي توافق عليه ما بين الممول وما بين مصلحه الضرائب ان هم يجوا يحلوا كل المشاكل الاخيره دي، وياخدوا في ايديهم ورقه بتقول ان هو عنده مخالصه كامله وتامه لكل الاعوام السابقه، ويبقى عنده قدر من اليقين والوضوح والاستقرار، ويقدر يركز اكتر على كتير من الامور الاخرى الاهم اللي هو يكبر شركته وعمله ونشاطه. طبعا بنعمل حاجات كتيرة تانية برضو بنديها ميزة لبعض الممولين المنتظمين معانا. في بعض الممولين قد يكون عندهم بعض الـ يعني بنتحلوهم من خلال هذا التعديل التشريعي من 2020 ل 2023، ان هم يقدروا يصوبوا اي اقرار قدموه لو كان في حاجة محتاجين يصوبوها يطوروها يحسنوها يعدلوها، في حاجة نسيوا يرفعوها بنديهم فرصة ان هم يصوبوا اوضاعهم بشكل بيدي رسالة ان احنا هدفنا الشراكة، وان احنا نخلق حالة جديدة من التعامل ما بين مصلحة الضرائب المصرية وما بين الممول خلال الفترة القادمة. نعمل بقى مجموعة اخرى كبيرة جدا من الامور، ان احنا زي ما قلت ان يبقى في سقف للغرامات، انه يبقى في مساحة ان احنا لو حد نسي يقدم اقرار يقدمه خلال الفترة دي. فكرة تاني ان احنا عارفين ان احنا الفترة الماضية جرينا بسرعة في كتير من المنظومات الالكترونية، والحقيقة الناس كتيرة تجاوبت معانا، فالممولين اللي انتظموا دول احنا عايزين نديهم يعني قدر من المساحة لو عايزين يعدلوا اي شيء او يصوبوه بنسمح بيه من خلال هذا التعديل التشريعي، دون ان هو يتعامل كنوع من التهرب او الاخطاء، بنديله مساحة بدون اي غرامات في هذا الامر. كمان بندي مساحة ان احنا قبل حتى 2020 لو في ضريبة مسحقة ان هو يقسطها عشان برضو اوضاع السيولة، وان احنا نسهل على الناس سداد كل الالتزامات السابقة. هدفنا ان شاء الله هذا العام اكبر قدر من المشاكل والملفات الضريبية حتى 2020 ننتهي منها بالكامل، وصولا للاتفاق مع بعض، وصولا لحل، وكمان نسهل للناس السداد عشان يبقى عندهم قدرة زي ما قلت يركزوا اكتر على التوسعات وعلى امور كثيرة جدا في هذا الامر. من ضمن الحاجات والاجراءات اللي احنا ماشيين بيها واللي النهارده يمكن نناقشها بعد هذا البيان، هو قانون انهاء المنازعات الضريبية، وان احنا نمدده لفترة اخرى. هدفنا برضو هو ماشي جدا مع السياق، انه هذا القانون بيسمح لنا بان احنا نحل او يفتح فرصة لحل ودي لكل النزاعات القائمة في كل المراحل، سواء المراحل جوه مصلحة الضرائب، المراحل جوه وزارة المالية، او حتى المراحل الاخرى اللي هو في التقاضي وفي القضاء. هذا القانون ان شاء الله بيسمح لنا ان احنا نحل عدد كبير جدا من النزاعات، ويقدر يقفل لنا كل الملفات القديمة بشكل يسهل على الناس كلنا سواء الممول او المصلحة. وزي ما قلت احنا عايزين نقفل كل القديم دوت عشان نركز على الجديد، والمهم ان احنا كمان واحنا بنركز على الجديد وعلى المستقبل نعيد تشكيله بشكل ما يكررناش المشاكل دي تاني او الاعباء والمنازعات الكبيره دي جدا. طب بنعمل ايه تاني؟ احنا بنوعد ان احنا بنراجع، وده مش محتاج تعديل تشريعي، ده محتاج قرار وزاري وان شاء الله احنا بصدده، ان احنا بنراجع منظومه رد ضريبه القيمه المضافه، بنبسطها، وبنوعد باذن الله هذا العام بنستهدف اربع اضعاف اعداد المستفيدين من رد ضريبه القيمه المضافه ومن الحصيله اللي بترد، وبنغير منظومه كامل وحتى الحوافز المرتبطه بيها، والحافز هيبقى مرتبط بالرد وليس باي شيء اخر. فده بنوعد بيه
بنحاول نزود نظام الرأي المسبق ونفعله ونرفع من شأنه. الرأي المسبق ده مهم قوي لأي مستثمر جديد أو أي مستثمر قائم عايز يتوسع في أي نشاط جديد، إنه يقدر ياخد رأي من مصلحة الضرائب، رأي فني ملزم، ملزم لمصلحة الضرائب قبل ما يعمل أي مشروع، يبقى عارف المشروع دوت المعاملة الضريبية بتاعته هتبقى شكلها إيه، أعباءه هتبقى قد إيه، والمعالجة الضريبية هتبقى تتم إزاي، ويقدر يطلب هذا الرأي من مصلحة الضرائب ويقدر ياخده. كان موجود هذه الميزة لكن ما كانتش مفعلة بالكامل، بنرفع هذا الأمر إن احنا نحولها لإدارة قوية، بنزود عدد الناس اللي فيها وكل التخصصات، بنديهم حافز كبير جدا، وبيتباعوا حاليا أو في المرحلة القادمة هيتباعوا سيدة رئيس المصلحة وهتتابع هذا الملف، وكل المخصصات المالية المطلوبة لهذا الأمر إن شاء الله هتتوفر بإذن الله أيا كان احتياجاتها. بنعمل حاجة مهمة جدا، مش هنقيم نفسنا، احنا لما بنعمل إجراءات زي دي عايزين حد يقيمنا، فاحنا النهاردة بنوعد ان احنا خلال هذا العام هيبقى في جهات محايدة متخصصة هتقيم ما يتم. هدفنا هنا مش ان كله تمام، هدفنا هنا انه لو في نجاحات نكمل عليها، ولو في اي نوع من الامور التنفيذية اللي موقفة هذه الإجراءات منها تفعل بشكل كامل نتعامل معاها. فإن شاء الله هيبقى فيه تقييم محايد من جهات محايدة وليس من الحكومة أو من وزارة المالية أو من مصلحة الضرائب. النهاردة يمكن الشركات الكبيرة برضو بنحاول، ودي شركات مهمة جدا، النهاردة احنا بنرفع حد الإلزام بتاع تسئيل المعاملات، وده أمور فنية جدا ما بين الشركات المشتركة أو الشركات الشقيقة، بنرفعها ل 30 مليون جنيه بدل 15 مليون جنيه، وده برضو واحد من الحاجات اللي احنا جايين بيها. بنبسط الإجراءات الضريبية النهاردة بعد المنظومة الإلكترونية اللي تمت، بعد كل المعلومات اللي بقت متاحة، بعد الانتظام في تقديم الفواتير والإقرارات والإيصالات الإلكترونية، جاء الوقت ان شاء الله مع موسم الاقرار الجديد نبسط الاقرار ونخفضه ونخليه اكثر، يعني اقل يعني استثمارا في الوقت من الممول في هذا الامر ومن المكاتب، فبنبسط الاقرار وبنحسنه عشان نقول للناس ان منظومه الاقرارات الضريبيه او المنظومه التكنولوجيه التي اقرت خلال السنوات الماضيه بترجع ليك في خدمه افضل وابسط واسهل. بنتوسع، وده حاجة مهمة جدا، بنتوسع بالفحص بالعينة، القانون بيسمح بده لكن احنا كنا الحقيقة الفترة الماضية بنفحص او مركزين الفحص بالعينة فقط على المأموريات، وكنا مش مطبقينه على المراكز اللي فيها الممولين الكبار. الحقيقة ده وضع لا يستوي، وان شاء الله من هذا العام هيرجع تاني الفحص بالعينة. احنا بنثق في الممول واللي بيقدمه، وهنقبل اللي بيقدمه، وهيبقى فيه فحص وفقا لمنظومة مخاطر محددة، والفحص دوت هيبقى لعدد معين من الناس، وليس كل الناس هيبقوا مخاطبين بالفحص. وعشان نسهل الفحص ونقلل النزاع بننشر أدلة واضحة جدا لكل فئة أو لكل نشاط على إيه الفحص. لو وقعت أنت في العينة اللي مخاطبة إنها تتفحص هذا العام، تبقى عارف إيه حقوقك، إيه البيانات المطلوبة منك من بدري، وتكون جاهز بيها، بحيث لو انت اتفحصت تبقى جاهز وما بقاش في اي نوع من التضارب او اي نوع من التأخر في هذا الامر. دي يمكن ملامح الحزمة الاولى وليس الحزمة الاخيرة، ده المرحلة الاولى، ودي المرحلة الاولى تخص مصلحة الضرائب. ويمكن دلوقتي اوضح ايه الخطة لباقي المراحل ان شاء الله الفترة القادمة. لكن من الحاجات المهمة جدا لو احنا نقول توسيع القاعدة الضريبية، وانا حاططها هنا عشان ابين المجهود اللي تم الربع الاول من هذا العام المالي، احنا مهتمين جدا ان احنا كمان ننزل نساعد الناس، ننزل نفحص الناس ونشوف الحاجات على الارض. يمكن الربع الاولاني من هذا العام المالي احنا نزلنا وضعفنا عدد الحملات اللي بنحاول نوصل فيها للممولين ونشرح لهم ايه اللي مطلوب، واللي مش داخل معانا نشجعه انه يخش وندخله معانا، ويمكن 10 أضعاف المبالغ اللي اتحصلت الربع الأخير من العام المالي الماضي حصلناها الربع الأولاني من خلال النزول على الأرض والعمل على الأرض بجانب الميكانة وبجانب المنظومة الإلكترونية. ففي عمل كبير قوي تم الربع الأولاني، وهيبان لنا خلال دقائق لما نعرض الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي والربع الأول من عمل الحكومة الجديدة. طب الفترة الجاية إيه اللي هنعمله؟ إحنا قلنا إيه اللي عملناه لغاية دلوقتي خلال 100 يوم الأخير. احنا بنوعد بخمس حاجات كبيرة ورئيسية خلال السنة المالية الحالية. بإذن الله احنا
هنطرح للحوار المجتمعي قبل نهاية هذا العام الميلادي، قبل نهاية ديسمبر، استراتيجية السياسة الضريبية والإدارة الضريبية حتى 2030. هدفنا أن مجتمع الأعمال والممولين يبقى عندهم وضوح رؤية، وعارفين احنا رايحين فين، ايه أولوياتنا، ايه أهدافنا. الاستقرار يبقى واضح جدا، يبقى عارفين بالضبط السياسة الضريبية دي، يبقى عندهم يقين حواليها، يقدر يخطط ويقدر يبني تقديراته بوضوح. احنا الحمد لله شبه انتهينا من هذا الأمر، بنطعمه بس بالإصلاحات اللي بتتم واللي هتتم عشان تبقى استراتيجية متكاملة، وإن شاء الله نطرحها للحوار المجتمعي قبل ديسمبر القادم بإذن الله. هنيجي بحزمة جديدة وهنطلقها للحوار المجتمعي برضو، ومناقشة في مجال المنظومة الضريبة العقارية، هنبسط وهنسهل كثير من الأمور، وهنبسط ونسهل المنظومة، وهنسهل السداد الإلكتروني، وهنسهل التعامل الافتراضي دون أي وسيط ومع تبسيط شديد في هذا الأمر. وبإذن الله بعديها هنيجي برضو ببعض أو حزمة أولى من تسهيل وتبسيط المنظومة الجمركية برضو، خفضا للوقت والتكلفة والتعامل مع كثير من الأمور اللي ممكن توفر مبالغ كبيرة وأعباء ووقت على مجتمع الأعمال والممولين. مجلس أعلى للضرائب بإذن الله هنفعله، وخلاص احنا في مراحل متقدمة جدا من هذا الأمر، وبنخلص كل التشكيل وهيفعل مجلس أعلى للضرائب زي ما وعدنا. وحاجة أخيرة مهمة جدا كتوجه، وده توجه حكومة وتوجه مجموعة اقتصادية، والحقيقة توجه فيه شراكة قوية جدا ما بين المالية والاستثمار، وسعداء بالشراكة دي وسعداء بالتعاون والتنسيق الكامل في هذا الأمر. احنا عايزين نحسن الأمور، عايزين نوحد كل الرسوم والإجراءات والتكاليف اللي هي ساعات بتصدر من جهات متعددة جدا، وبالتالي المستثمر بيتعامل مع أطراف متنوعة ومتعددة. عايزين نبسط هذه الأمور، نخفض الأعباء، ونوحد جهة التحصيل وجهة التعامل. ده توجه، وإن شاء الله احنا دلوقتي مع وزارة الاستثمار شغالين في دراسات قطاعية، وبإذن الله نمشي في هذا الأمر بقوة وبجدية. يمكن بدأنا بمقترح ان احنا نخفض الضريبة اللي هي خاصة بصندوق التدريب، ونعفي اي شركة عندها خطة تدريبية من هذا العبء، ونخفض الرقم من 1% من صافي الأرباح لربع في المية. ويمكن مجلس الوزراء الموقر برضو وافق على هذا الأمر، وإن شاء الله يبقى فيه كثير من الأمور في هذا الأمر. إنما إن شاء الله السنة دي هنيجي برضو كمجموعة اقتصادية وكحكومة بمجموعة من الإصلاحات في هذا الأمر. ده الملف الأول وما تم فيه خلال 100 يوم الماضي، وإن شاء الله اللي هيتم خلال هذا العام المالي. مهم قوي لما نيجي نتكلم على المحور الثاني الخاص بالسياسة المالية. السياسة المالية مهم قوي إنها تركز على الانضباط المالي وتحسين الأوضاع المالية طبعاً، لكن مش عايزين نقصرها في هذا الأمر. الحقيقة السياسة المالية أوسع وأشمل، وتقدر تعمل حاجات كتيرة جدا، وتستطيع بأدواتها المتنوعة والمتعددة أنها تأثر في حاجات كتيرة جدا. فإحنا عايزين السياسة المالية تدار وتقاس بشكل أوسع. مهم الانضباط المالي بالتأكيد، والحمد لله إحنا متأكدين وإن شاء الله ربنا يوفقنا أن احنا نحافظ على ما تم بل نحسنه بقوة، وهنوري حضراتكم الأداء المالي خلال 90 يوم الأول من العام المالي الحالي. لكن مهم كمان أن نحسن شمولية وأوضاع وضبط المالية العامة، وده يمكن كان مطلب رئيسي، وفي كتير من الحاجات اللي هتكلم عليها كان مطلب رئيسي من مجلس النواب الموقر على مدار سنوات طويلة، ويمكن لجنة خطة والموازنة وحتى اللجنة الاقتصادية فيه كتير من الأمور وتوصياتها كانت دايما ماشية في هذا الأمر، وهم طبعا شركاء لينا في كتير من الإصلاحات اللي بتتم وهتتم الفترة القادمة. فمهم قوي نشرح هذا الأمر. مهم كمان نقول إن السياسة المالية لازم تكون دافعة وداعمة للنشاط الاقتصادي، مش يكفي إن احنا نعمل انضباط مالي فقط، إنما مهم نعمل هذا التوازن، لأن الاثنين مهمين قوي. وطبعا دفع النشاط الاقتصادي هو أفضل وسيلة لتحقيق تحسن في أوضاع المالية العامة بشكل مستدام. خليني أمسك محور فرعي ونتكلم إيه اللي حصل خلال الفترة الماضية وإيه اللي هيتم خلال الفترة القادمة. سياسة مالية مهم جدا، وزارة المالية وكل مصالحها وكل أجهزتها أنها تعمل على
ضمان تحقيق الانضباط المالي. احنا قدمنا موازنه واقرت من مجلس النواب الموقر، مهم ان احنا نلتزم بيها على الرغم من الطموح اللي فيها وعلى الرغم من الصدمات اللي بنتعرض ليها. لكن انا عايز اطمن حضراتكم ان 90 يوم الاول الحمد لله شهد فائض اولي ب 90 مليار جنيه، شهد اداء ضريبه بدون اي اعباء جديده وبدون اي نوع من المشاكل، بل بالعكس مع وجود بدايه تسهيلات حتى في الامر التنفيذي. احنا شفنا معدلات الايرادات الضريبيه بتنمو ب 45%، لم نشهد هذا الرقم منذ سنوات وسنوات. مره اخرى ده بيؤكد ان النشاط الاقتصادي افضل حاجه تجيب ايرادات، والتبسيط والتسهيل افضل حاجه تجيب ايرادات. النتائج بتقول كده، الارقام بتقول كده، وطبعا المجهود اللي بيتم، وانا بشكر من هنا كل زملائنا في الماليه وفي مصلحه ضرائب بالاخص وكافه المصالح جمارك وغيرها على المجهود اللي تم اول 90 يوم، ده نتائج جيده جدا. ده حصل على الرغم ان احنا 60% من ايرادات قناه السويس فقدناها. يعني احنا فقدنا حوالي 50 مليار جنيه الربع الاولاني من ايرادات كان ممكن تيجي من قناه السويس. كان ممكن الفائض ده يبقى 140 مليار جنيه. عشان حضرتك تعرفوا بس حجم اللي اتحقق في الربع الاولاني من العام، يمكن 5 أضعاف اللي اتحقق السنوات الماضيه. الحمد لله ربنا كرمنا في هذا الامر، انما لسه قدامنا مشوار طويل عشان نحقق مستهدفات العام المالي الحالي، لكن الحمد لله البدايه مطمئنه وان شاء الله نستمر في هذا الامر. يمكن كمان العجز الكلي قل رقم وكنسبه، وده مهم لان ده الحجم اللي بنطرده، فلما يقل معناه ان احنا بنطرد اقل، وبالتالي مدينتنا ما تزيدش بنسبه كبيره، بالعكس تبتدي تتحسن بحجم كبير. يمكن العجز الكلي خلال الربع الاولاني من العام كان 362 مليار جنيه، مقابل السنه الماضيه نفس الربع كان 456 مليار جنيه، وده برضو حاجه ايجابيه. فعندنا فائض اولي اعلى وعندنا عجز كلي اقل، وبالتالي اقتراض اقل خلال الفتره الماضيه. يمكن الايرادات الضريبيه زي ما بنوضح الحمد لله حصل لها طفره كبيره قوي، وهنشرح دلوقتي انها كانت على مستوى كل البنود، ما فيش حاجه فيها استثنائيه. الربع الاولاني لم يشهد اي ايراد استثنائي، كله ايراد جاي من الاقتصاد المصري. ده بيوري ان لما بتعمل اصلاحات حتى لو كانت صعبه في مرحله، لما الاقتصاد بيبتدي يتحرك ولسه هو محتاج دفعات كثيره عشان يرجع تاني يبقى يعني في قوه في الاداء، لكن حتى مع التحسن الاداء الاقتصادي بدات الامور تتحسن على جانب الايرادات بكل انواعها. طبعا مركزين في ضبط الانفاق العام، ولكن الحقيقه الربع الاولاني احنا زي ما هوضح احنا حاولنا برضو نساند كل القطاعات قدر المستطاع عشان نقدر نوجد سيوله ونحل كتير من المشاكل وتبعات طبعا تحرير سعر الصرف وتداعياته على بعض الجهات واحتياجاتهم الاضافيه. يمكن زي ما بوضح عملنا 40% معدل نمو في الايرادات، 45% معدل نمو سنوي في الايرادات الضريبيه، وعندنا المصروفات زادت ب 5% فقط. يمكن جوه ال 5% ده السبب الرئيسي انه الحمد لله خدمه الدين قلت عن العام الماضي، وبالتالي ساعدتنا هي، وبرضه الانفاق الاستثماري قللناه شويه عشان ندي مساحه اكبر للقطاع الخاص وعشان نقلل اي ضغوط على اي امور ليها دخل بالاقتراض او حتى باحتياجات اي واردات من الخارج. فاحنا حاولنا نمسك زي ما وعدنا في بعض الامور، ولكن ده ما سمح لنا ان احنا نصرف اكتر على باب الاجور، على باب الدعم، على باب الحمايه الاجتماعيه، وعلى باب شراء السلع والخدمات عشان نوفر كل الاحتياجات زي ما هوضح دلوقتي. يمكن لو اتكلمنا على الضرائب تحديدا، سعداء جدا ان احنا نقول ان ضريبه على القيمه المضافه زادت بحوالي 45% معدل نمو سنوي خلال الربع الاول من العام المالي. بنتكلم الضرائب على الدخل سواء الاشخاص او الشركات زادت ب 15%، ضرائب التجاره الدوليه زادت ب 92%. يمكن سعر الصرف اثر لانه بالتالي بناخد الضريبه على منتج مقاوم بالعمله المحليه، فبالتالي هذا الامر. لكن كمان النشاط وحل الباك لوج زي ما بيقولوا كده، كان في كثير من الامور عالقه تم حلها ساعدت في هذا الامر. والضريبه العقاريه برضو شهدت زياده 24%، ده كله ادى للزياده 45% في الايرادات الضريبيه في المجمل، ودي اهم البنود اللي احنا بنتكلم عليها. هنلاقي كل البنود تقريبا زادت بمعدلات قويه جدا، بما فيها يعني البنود التفصيليه
الخاصة بالمهن الحرة، الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي، الخاصة بأرباح الشركات، ضريبة القيمة المضافة على السلع وعلى الخدمات كلها زادت بمعدلات جيدة جدا خلال الفترة الماضية. والإيرادات الأخرى برضو عموما الإيرادات الأخرى برضو حصل فيها زيادة يمكن أقل من الضرائب، لكن حصل فيها زيادة برضو مقارنة بالربع الماضي ب 13% على الرغم من إن إحنا عندنا بعض الجهات زي قناة السويس فوائد اللي جت كان مليار جنيه فقط خلال الربع الأول، السنة الماضية كان 13 مليار جنيه جم، على الرغم من إنه طبعا سعر الصرف اتغير، لكن ده بسبب التراجع الشديد في اللي حصل بسبب الأوضاع الجيوسياسية اللي في المنطقة. يمكن الباب الثاني أنا عايز أركز عليه لأنه دايما كان في انتقاد إنه ما بنوفرش مخصصات كافية لدولاب العمل سواء للصيانة سواء للكهرباء سواء للطاقة سواء للتغذية وغيرها من مستلزمات الإنتاج أو الأدوية. يمكن الجدول ده بيوضح إن إحنا الربع الأول إحنا وفرنا 7.6% 7 مليار و600 مليون للأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة نمو 33%، 33% معدل نمو عشان نوفر على قد ما نقدر كل الاحتياجات. ويمكن ده هيسمع الفترة القادمة بإذن الله في الأوضاع الكهرباء والإنارة، أتحنا كل المبالغ عشان نوقف قطع الكهرباء زي ما حضراتكم شفتوا منذ الشهر الثاني في الصيف تم وقف كهرباء قطع كهرباء، لان احنا اتحنا كل المبالغ كمان كجزء من المساندة كان عمل جماعي من الحكومة لكن احنا حاولنا نساعد وغيرها من الامور اللي تضمن ان طباعة الكتب وغيرها من الامور اللي تضمن ان احنا الحمد لله بنحقق الامور وبنوفر المخصصات المالية اللي مطلوبة. فوائد انا عايز اتوقف عنها، يمكن الحمد لله الربع الاولاني قل اللي احنا سددناه مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، لسه عندنا تحدي كبير في هذا الامر وهياخد منا شوية وقت، لكن احنا بذلنا جهد كبير قوي ان احنا الربع الاولاني ينخفض ويتم السيطرة على هذا الباب اللي هو الحقيقة لو احنا عرفنا نسيطر عليه بقوة ان شاء الله وان شاء الله نسيطر عليه هيسمح لنا ان احنا نوجه الوفرات دي لامور اخرى يعني أكثر تأثيراً وأكثر أهمية للمواطن والمستثمر اللي بيعمل في مصر. كل ده سعيد الحمد لله، والحمد لله أنه مؤخراً بدأت المؤسسات تراجع تصنيفنا، ده مهم جداً لتكلفة التمويل لأنه حتى للشركات حتى القطاع الخاص هو بيتسعر وفقاً لهذه التصنيفات وبيقدر يوصل للأسواق وياخد تمويل وياخد شراكات في ضوء هذا الأمر. الحمد لله منذ أيام قليلة مؤسسة يعني فيتش رفعت التصنيف الائتماني لمصر درجة كاملة مرة واحدة وأبقت على النظرة المستقبلية مستقرة. لسه قدامنا مشوار طويل قوي في هذا الأمر، لكن هو مؤشر إيجابي بيقول إن إحنا محتاجين نكمل في هذا المسار. يمكن مهم قوي كمان وإحنا بنتكلم على النتائج الجيدة دي إن إحنا نتكلم طب إيه الإجراءات كمان اللي تضمن إن ده يستمر؟ إيه الإصلاحات الهيكلية في إدارة المنظومة المالية العامة اللي تمت أو اللي هتتم تقدر تضمن لنا استمرارية هذا الأمر؟ إحنا لما جينا عرضنا الموازنة هذا العام وحضراتكم أقرتوها إحنا عملنا حاجة مهمة جدا إن إحنا بقينا نعرض الموازنة على مستوى أجهزة الموازنة وعملنا كمان الموازنة على مستوى الحكومة العامة اللي بتدمج كل الهيئات الاقتصادية مع أجهزة الموازنة. شمولية إعداد الموازنة، وده كان توصية من التوصيات الرئيسية سواء من المتخصصين أو من مجلس النواب الموقر بتتم هذا العام، ودلوقتي احنا وجدنا كل الآليات اللي تضمن تنفيذ هذا الأمر على الأرض. والحقيقة دي من الحاجات اللي مساعدانا جدا في التواصل مع كل المؤسسات الدولية والمستثمرين إن هم يشوفوا الصورة الكبيرة، والحقيقة بتساعد جدا. النهاردة الصورة بتتغير خالص لما نبص على الحكومة العامة هنلاقي كل المؤشرات مش كلها لكن أغلبها بتدي صورة أفضل، بتدي شكل أفضل، بتدي صورة الأجمل، بتدي صورة الشمولية لكل الهيئات الاقتصادية مع أجهزة الموازنة بشكل يدي انطباع الحكومة العامة بمفهومها الأوسع. بنتكلم النهاردة لما نبص على الحكومة العامة نلاقي الإيرادات الضريبية بتقل ل 38% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة، بنلاقي الإيرادات الأخرى بتزيد زيادة كبيرة بتبقى هي النسبة الأغلب والغالبة والأكبر. ليه؟ لأن بندخل كل إيرادات الهيئات الاقتصادية دي بشكل كامل وبندمجها وبنشيل أي علاقات ما بيننا ما بين أجهزة الموازنة وما بين هذه الهيئات في شكل أوسع يدي صورة أكبر. النهاردة لما بنعمل كده الفائض الأولاني بيزيد وبيتحسن، العجز الكلي يمكن بيتدهور شوية،
انما في الاخر بتدي صوره افضل، الدين بيزيد لان الجهات دي عليها بعض المديونيات. فمهم نشوف الصوره الكبيره سواء بالنقاط الايجابيه او السلبيه، وان شاء الله واحنا جايين بنتابع مع حضراتكم هنيجي نعرض هذا الامر بدقه خلال هذا العام، سواء خلال نص العام او مع نهايه العام، والحساب الختامي هيبقى بيعرض حساب الحكومه العامه بشكل كامل. يمكن السنه دي برضه من الاضافات الممتازه واللي ساعدت كتير من الجهات انها تشيد باللي تم كتنسيق ما بين المجلس النواب والحكومه، هو انه احنا اقرينا تعديلات قانون الماليه العامه الاخير، واوجدنا فيه لاول مره سقف ملزم للدين لا يمكن تجاوزه الا بعد العوده لمجلس النواب الموقر ومناقشه هذا الامر. حتى لو في صدمات هنرجع لحضراتكم في هذا الامر، لكن وجود سقف ملزم لدين اجهزه الموازنه العامه ودين الحكومه العامه جوه القانون كان شيء ايجابي جدا، وشيء ساعدنا ان احنا نحسن جدا من تصنيفنا في كتير من الامور المهمه. والحقيقه الدين ان شاء الله السنه دي مهم قوي، ان احنا لما اجي اتكلم على المحور الثالث هوضح لحضراتكم ان الحمد لله في تحسن كبير قوي في ارقام المديونيه وفي مؤشراتها، لكن لسه طبعا قدامنا مشوار طويل في هذا الامر عشان نطمن وعشان نبقى عندنا وضع افضل. انما برضو ده كان اصلاح مهم مؤسسي، فموضوع شموليه الموازنه ودمج الهيئه الاقتصاديه، موضوع السقوف سواء السقف اللي اتحط في القانون الخاص بالدين او السقف اللي حتى الحكومه اقرته واوجدت اليه لمتابعته الخاص بسقف الاستثمارات العامه هذا العام سقفها 1 تريليون جنيه لن نتجاوزه، والهدف هنا ان احنا ندي دفعه كبيره للقطاع الخاص، نوجد مساحة أكبر لمشروعات القطاع الخاص، ونقلل أي اقتراض حكومي، ونوفر أكبر قدر من التمويل للقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية في مصر. فده كان برضو من الحاجات المهمة جدا. الحقيقة احنا بنفعل كل هذه الأمور من خلال بنوجد كل الوحدات المطلوبة لتفعيل هذا الأمر، بندربهم، والحقيقة كل القرارات الوزارية المطلوبة تم خلاص صدورها وتم بدء العمل بيها. ودلوقتي احنا بصدد ان شاء الله مع ديسمبر نعلن كمان النتائج النصف الاول، او يعني يمكن في مارس فبراير مارس، لانه هنيجي نعرض نتائج اداء الحكومة العامة خلال النصف الاول من العام المالي. في حاجات تانية طبعا القانون المالية العامة اقرها، لكن احنا بنجهز لها من دلوقتي، لان الموازنة القادمة هتبقى موازنة مختلفة. الموازنة القادمة هتبقى موازنة لأول مرة فيها موازنة 3 سنوات، فيها السنة القادمة وفيها تقديرات للسنوات سنتين اللي بعديهم، هتبقى موازنة متوسطة المدى. ودي بقى من الحاجات اللي بتاخد مصر ووضع المالية وإعداد الموازنة لوضع مختلف خالص ووضع أفضل. هيبقى فيها سقوف وهيبقى فيها مرونة أكتر للوزارات جوه السقوف دي. اللي انا بقوله دوت دي افضل الممارسات الدوليه، دلوقتي بقت موجوده وبقت حقيقه، دلوقتي ناقص نطبقها، ومن موازنه العام المالي القادم باذن الله هنيجي لهذا الامر. طبعا ده بيحتاج جهد كبير جدا عشان نوجد كل اليات عمل هذا الامر، لكن الحمد لله يعني باذن الله بنوعد ان مع الموازنه القادمه باذن الله كل ما هو موجود في القانون هنلتزم بيه، وان شاء الله هننفذه، وتدريجيا نقدر نعمل طفره كبيره في هذا الامر. أنا طبعا بتكلم بشكل موجز على هذا الإصلاح، لكن هو إصلاح يستحق بعد كده نبقى نتكلم فيه باستفاضة، لأنه ممكن يعمل مساحة كبيرة جدا من المرونة وفي نفس الوقت الانضباط والقدرة على التخطيط المستقبلي بإذن الله. بنتكلم على موازنة البرامج والأداء، وإحنا قطعنا شوط كبير جدا فيها، والحقيقة النهاردة عدد كبير جدا من الهيئات الاقتصادية ومن الجهات الموازنة بقت تقدم موازنتها وتبتدي تفعل موازنتها على هذا الأمر. لسه عندنا شوط كبير في هذا الأمر، لكن قطعنا مرحلة كبيرة وعايزين نبني على اللي تم، وإن شاء الله إحنا بنوجد بعض الآليات كمان اللي تساعد وتسرع من الانتهاء من هذا الأمر زي ما وعدنا، وخدنا نعم مساحة شوية إن إحنا نزق ونبني على اللي تم. لكن الفكرة دلوقتي إن كل الجهات تقريبا بتعد الموازنة وفقا لموازنة البرامج والأداء بجانب موازنة البنود، لكن يمكن في التنفيذ احنا عايزين ندفع بانه التطبيق نفسه يبقى كمان وفقا لموازنة البرامج والأداء ووفقا لمستهدفات واضحة جدا، وان شاء الله نقطع شوط كبير جدا السنة القادمة والسنوات القادمة عشان نفعل هذا الامر بشكل كامل ومتكامل.
لو رجعنا على اخر محور فرعي هو دفع النشاط الاقتصادي، وانا مصمم ان احنا كوزاره ماليه لابد ان احنا نكون ده تحت يعني جزء من عملنا وجزء من مستهدفاتنا وجزء من ازاي نتقاس حتى، لانه ده مهم جدا. النشاط الاقتصادي هو اللي بيجيب الايرادات زي ما وضحنا وزي ما الارقام بتقول لنا. احنا الحقيقه قمنا الفتره الماضيه بشويه مبادرات، استكملنا بعض المبادرات وحاولنا نسرع من بعض الامور. يمكن مبادره مسانده المصدرين مهمه جدا، ويمكن قريب جدا احنا كمجموعه اقتصاديه وكوزاره استثمار مع الماليه مع طبعا وزاره الصناعه مع غيرنا من الاطراف المعنيه هنعلن عن برنامج جديد لمسانده المصدرين. لكن احنا اتحنا 7 مليار جنيه الربع الاول لمسانده المصدرين سواء سدادات او تسويات تمت، ويمكن ان شاء الله نوجد حل لكثير من الامور خلال الفتره القادمه. عندنا برنامج او استراتيجيه تصنيع السيارات اللي اقرناها منذ عامين، احنا حاطين 1.5 مليار هذا العام، وان شاء الله مع كل مع الاربع شركات اللي سجلت على المنظومه واللي هي بتتبع الـ 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 او تستحق باذن الله المسانده وفقا للمعايير البرنامج اللي هو فيه قيمه مضافه وحجم من الاستثمار السنوي وحجم من الانتاج يضمن ان في اقتصاديات السوق واقتصاديات الكم. احنا النهارده ان شاء الله 1.5 مليار دول موجودين وهيتم صرفهم هذا العام، وان شاء الله هنلاقي عدد كبير جدا ومضاعفه في حجم الانتاج المحلي من الاربع شركات اللي معانا، وباذن الله يبقى في عدد اكبر من شركات العام المالي القادم، لانه الناس كانت مستنيه تطبيق هذا الاستراتيجيه، والحمد لله سواء كمخصصات او اليات تنفيذيه احنا متاكدين ان شاء الله النهارده ان الامور بدات تتحط على الارض وبدا الشركات تقدم ويتم استيفاء الطلبات دي ويتم مراجعتها، وان شاء الله الصرف الاول هيبقى مع ديسمبر باذن الله، ويبقى تفعيل الاستراتيجيه كاملا باذن الله، ونتوسع بقى في حتى المركبات الكهربائيه وغيرها من الامور. مبادره استيراد السيارات المصريين بالخارج خلاص توقفت، لكن في عدد كبير جدا من الطلبات بيفعل حاليا، والحقيقه الامور ماشيه دلوقتي بعد القفل بدا يبقى في تفعيل الطلبات يعني ماشي، ويمكن جابت حتى الان يعني حاجه اقل بس من 1 مليار دولار، لكن يعني اقل بحاجه بسيطه. فالحمد لله يعني مع استكمال الطلبات ان شاء الله هذا الرقم يزيد ويبقى فرصه جيده للجميع. النهارده بنتكلم على مبادره لسه اقرناها من كذا يوم واطلقناها وبدا تفعيلها لمسانده قطاع السياحه، وهنا الهدف الغرف الفندقيه. لو احنا عايزين نجيب سياح لازم يكون عندنا غرف فندقيه كافيه. فاحنا الحقيقه عملنا مع وزاره السياحه هذه المبادره اللي بتقدم تمويل ميسر لانشاء غرف فندقيه والاصراع بانشاء الغرف الفندقيه. فالمسانده دي بتحصل وبتستحق مع الانتهاء من انشاء الغرف في وقت محدد عشان نقدر نضمن. لو احنا عايزين نجيب عدد اكبر للعام المالي القادم والعام المالي اللي بعده محتاجين نكون جاهزين ومعموله بدقه جدا في الاماكن اللي وصل فيها الطاقه الاستيعابيه لمعدلات عاليه جدا، وبالتالي محتاجين فيها غرف جديده وغرف متنوعه، ودي حاجه احنا بنتحملها كوزاره ماليه، وهتكلفنا حوالي 3-4 مليار جنيه سنويا كتكلفه مسانده. لكن طبعا الاهم انه يبقى في عدد اكبر من السياحه والسياح وعدد اكبر او حجم اكبر من الحصيله السياحيه. الشراكه مع القطاع الخاص، القطاع او الوحده اللي قلبناها قطاع دلوقتي للاهميه واللي زودنا العدد اللي فيها، الحقيقه بدات تطلع يعني حاجه اكبر وكبير جدا من المشروعات سنويا. يمكن في 10 مشروعات السنه الماضيه اقرناها وتم تفعيلها وتم توقيع عقودها بحوالي 20 مليار جنيه، ده في زياده كبيره قوي. ويمكن السنه القادمه او السنه اللي احنا فيها النهارده عدد المشروعات اللي احنا شغالين عليها يضاعف هذا الرقم كقيمه وكعدد مشروعات. فاحنا هندفع جدا بالمشروعات الشراكه مع القطاع الخاص اللي هي في الاخر بتشيل عننا عبء التمويل، بتشيل عننا عبء الاقتراض، وبتخلينا ندي فقط اتاحه الخدمه مقابلها للمستثمر اللي بيقوم بالخدمه دي مقابل ان هو ياخد كل المخاطر واعباء التمويل والاقتراض. ويمكن الفتره القادمه في حاجتين مهمين احنا مع وزاره الاتصالات بصدد ان احنا كمان نعمل مبادره جديده لتوطين صناعه الهاتف المحمول وتبقى بدايه لحاجات اخرى معاهم، واحنا قطعنا شوط كبير قوي. يمكن السيد وزير الاتصالات قطع شوط كبير قوي في التفاوض مع كتير من الشركات، واحنا بصدد ان ننتهي من هذه المبادره خلال الايام القادمه باذن الله وهي جاهزه للتطبيق. وبنشتغل برضو احنا كماليه مع وزاره البترول على مبادره لمساعده الناس انها تتحول من سيارات السولار والبنزين للغاز الطبيعي. ده في وفر كبير جدا للدوله وفي وفر كبير قوي للمواطن نفسه
وصاحب السيارة سواء الميكروباص وغيرها من السيارات الأجرة وحتى الملاكي. النهاردة في فرق كبير قوي ما بين لتر السولار ولتر الغاز، في فرق كبير قوي من لتر البنزين ولتر الغاز، وبالتالي هذا التحول يعمل وفر كبير جدا لصاحب السيارة. احنا بنحاول نوجد له آلية ان تسهل له هذا النقل، تبسط له تكلفة التحويل الرأسمالي انه بيضطر يشتري او تكلفه هذه او العملية دي بتكلفه بعض الاموال. بنحاول نوجد له نظام بسيط جدا ويقدر بالعكس يمول التحويل ده من الوفر الشهري ويروح معاه وفر اضافي ودخل اضافي، وبالتالي كمان الدولة تستفيد لانه بالتأكيد تكلفة السولار اغلى من تكلفة الغاز مع توحيد كل الامور الاخرى. دي مشروعات اللي بنستهدفها مع الشراكة خلال هذا العام المالي، نتكلم على عدد من المشروعات اكبر ولكن كمان قيمتهم اكبر بكثير وفي مجالات متنوعة، وزي ما قلنا ده بيساعد انه يفتح مجال اكبر للشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشروعات القطاع الخاص يقوم بيها ويديرها بكفاءة، واحنا ندفع فقط خدمة اتاحة الخدمة اللي احنا متعاقدين عليها. المحور الثالث وهو محور مهم جدا هو الدين واستدامته، وده محور ممتد بقى معانا الفترة القادمة هذا العام والأعوام القادمة لغاية ما نطمن ان بإذن الله ان في استدامة افضل للمدينية بكل مؤشراتها المحلية والخارجية. بس انا هنا بتكلم على دين أجهزة الموازنة لان ده الدين اللي احنا كوزارة مالية طبعا في عمل يعني تكامل ما بيننا مع باقي الجهات، لكن ده الدين اللي احنا يمكن ممكن نكون عندنا يعني مساحة كبيرة ان احنا نديره بكل ابعاده. احنا ان شاء الله مهتمين جدا بهذا الملف وان شاء الله نضمن ان المديونية وخدمتها بتتحسن بكل مؤشرات المديونية. لكن انا عايز اقول برضو انه الحمد لله صفقة رأس الحكمة غير انها كانت صفقة استثنائية وصفقة يعني لكل الدول الناشئة كان صفقة فيها ريادة، إنما كمان استخدام حصيلتها تم فيه نجاحات كبيرة جدا، سواء الجانب الدولاري اللي راح رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وحسن بقوة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي والاحتياطي الأجنبي والأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، أو حتى جزء من هذه الحصيلة أو الصفقة 50% من الحصيلة جات لوزارة المالية وتم استخدام هذه الحصيلة تدريجيا لخفض الدين المحلي. وده اللي خلينا على الرغم من السنة الفاتت سعر الصرف اتغير وأسعار الفايدة زادت، نسبة الدين للناتج المحلي في يونيو 24 احنا لسه مطلعين البيان ده من خلال الأيام الماضية نزل لأقل من 90% بعد ما كان 96% العام اللي قبله. لسه قدامنا مشوار طويل، إنما ده مؤشر جيد، مؤشر إيجابي بيوري إنه إزاي نستخدم حصيلة استثنائية لعلاج وضع يستحق التحسن بقوة. إن شاء الله بنستهدف هذا العام نقفل في يونيو القادم الدين يبقى 85% من الناتج المحلي، محلي وأجنبي. بنتكلم على دين أجهزة الموازنة بإذن الله مع الانضباط اللي احنا وضحناه مع النشاط الاقتصادي اللي بقى أفضل، إن شاء الله بإذن الله نقفل 85% من الناتج المحلي. والمبدأ العام إن أي حصيلة استثنائية هتيجي 50% منها هياخدوا عشان نخفض المديونية بشكل مباشر. لو الحصيلة دي حصيلة دولارية هنخفض الدين الخارجي، لو الحصيلة دي حصيلة محلية هنخفض الدين المحلي، وده مبدأ إحنا بنستهدفه. كمان كنا سعداء جدا إن إحنا نقول إن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض السنة الماضية في يونيو الماضي بسبب برضو جزء من هذا التحسن من 82 مليار دولار ل 79 مليار دولار. طبعا في جزء تاني دين خارجي على جهات خارج الموازنه، على القطاع المصرفي، على البنك المركزي، على الهيئات الاقتصاديه، لكن ده الدين اللي على اجهزه الموازنه اللي احنا بنخدمه واللي احنا بنشرف عليه انخفض العام الماضي بحوالي 3 مليار دولار، وده شيء جيد جدا. لكن كمان الربع الاولاني هذا العام يعني في يونيو كان 79 مليار دولار، في سبتمبر كان 79 مليار دولار، وحافظنا على هذا الرقم على الرغم من على فكرة ان احنا اقترضنا اقل ما سددنا، لكن يمكن اسعار العملات يعني قدام الدولار ما خدمتناش،
إنما لو إحنا شفنا سددنا كام، هنلاقي سددنا حوالي 3 مليار دولار واقترضنا جديد ب 1.8 مليار دولار. فإحنا مستمرين في إن إحنا نسدد أكتر ما نقترض عشان نخفض المديونية. فبإذن الله هذا الأمر مهم جدا نستكمله، وإن شاء الله إحنا بنوعد إنه كل سنة نحاول نخفض هذا المؤشرات سواء كرقم دين خارجي أو حتى كنسبة دين محلي وخارجي للناتج المحلي. وده برضو من الحاجات اللي ساهمت في إن الحمد لله مؤشرات التصنيف تتحسن الفترة الماضية، وده بنستهدف كل سنة بإذن الله إن إحنا نحاول نخفض دين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار. وإن شاء الله بإذن الله قبل مارس القادم أو قبل يمكن يونيو أو مارس القادم نكون انتهينا من استراتيجية كاملة للمديونية، بنوضح فيها مستهدفاتنا وآلياتنا وخططنا وتفاصيل كاملة تضمن إن كل المؤشرات عمر الدين يتحسن، نسبة الدين تقل، قيمة الدين الخارجي عايزين نحسنها ونقللها، خدمة الدين تنزل سواء كنسبة من إيراداتنا سواء كنسبة من مصروفاتنا سواء كنسبة من دخلنا القومي. إن شاء الله ده كله هيبقى محل تقييم ومحل مؤشرات واضحة جدا لينا ولكل من يعمل في مصر، وكل من هو يستهدف العمل في مصر يبقى عنده وضوح رؤية في هذا الأمر. ومرة تانية ده بيساعدنا في نشاط اقتصادي قوي، بيساعدنا في قطاع خاص أكبر ودوره أكبر ومساهمته أكبر ومشاركة ما بيننا وتعظيم العائد من أصول الدولة، بالتأكيد ده بيفيدنا جدا. كل ده بقى بيحاول يخلق مساحة مالية لينا عشان نوجد صرف أفضل وأكبر ومساحة أفضل للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية قدر المستطاع. ده مهم جدا. يمكن احنا لو وضحنا حجم الإنفاق على الصحة كمفهوم وظيفي زي ما موضح هنا حصل فيه زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، أكيد محتاجين أكتر. نفس القصة في التعليم، ويمكن احنا الربع الأولين زي ما يجي أوضح كده من هذا العام يعني ركزنا جدا، واحنا بنحاول نعمل الانضباط واحنا بنحاول نعمل الوفرات ان احنا نركز على الصحه والتعليم. انا عايز اقول بس كموازنه خلال يوليو سبتمبر زي ما وضحت حجم الانفاق زاد ب 5%، لكن الصحه زودنا المصروف عليها خلال الربع الاول ب 33%، 33% معدل نمو سنوي للصحه خلال يوليو سبتمبر من العام المالي الحالي. 90 يوم اللي فاتت دي زودنا الانفاق على الصحة 33% وعلى التعليم 28.5%، بنسب أعلى بكتير قوي من اللي احنا صرفناه على باقي القطاعات. أكيد عايزين نعمل أكتر، لكن ده اللي قدرنا نعمله خلال الربع الأول. نفس القصة لتكافل وكرامة، يعني حاولنا على قد ما نقدر نزود الأرقام والأعداد والمستفيدين، وإن شاء الله نعمل أكتر خلال الفترة القادمة في هذا الأمر مع وزارة التضامن ونتيح المخصصات الكافية. يمكن الربع الأول شهد استمرار انتظامنا في سداد مستحقات صناديق المعاشات، صرفنا أكتر على دعم المواد البترولية، يمكن صرفنا أكتر مش عشان الدعم هيزيد عن الأرقام الموجودة في الموازنة، لكن عشان نتيح تمويل شهري لوزارة البترول تقدر تضمن أنها توفر كل احتياجات قطاع الكهرباء وما بقاش في أي انقطاعات، وتقدر توفر كل احتياجاتها دون أي نوع من الأعباء الإضافية عليها كهيئة. يمكن دعم السلع التموينية في زيادة 43% في الربع الأول من العام المالي، ومنتظمين فيه والحمد لله ما فيش أي مشاكل فيه كمخصصات أو كتوفير اعتمادات مالية. نفس القصة في تكافل وكرامة، نسب الزيادة التي أقرت تم صرفها شهريا بانتظام. نفس القصة في دعم إسكان محدودي الدخل، وده شيء مهم جدا، وده برنامج عليه طلب كبير جدا وإحنا بنتوسع، ويمكن امبارح تم الإعلان عن يعني مزيد من التمويل من البنوك للصندوق، واحنا داعمين جدا في هذا الامر وبنشيل جزء من هذه الاعباء، وده مهم جدا عشان تقدر الصندوق يوفر اكبر عدد من الوحدات باسعار مخفضه وباسعار وطرق تمويل مخفضه. يعني يمكن ده ببساطه عرض سريع لما تم خلال الربع الاول من العام المالي الحالي واللي بنطمح فيه خلال الفترة القادمة. مرة تانية يعني أتمنى يكون الميت يوم دولة وضحنا فيهم ما تم من أمور على أرض الواقع، النتائج اللي اتحققت حتى الآن تطمننا،
إنما تقول إن إحنا لسه قدامنا مشوار طويل، تؤكد إن إحنا محتاجين تكامل وتناغم أكبر في كل عملنا، وإنما بتقول كمان إنه مهم إن إحنا يعني ندفع بمزيد من التيسيرات والإصلاحات اللي تخلي الاقتصاد المصري والمجتمع الأعمال والممولين يبقى عندهم وضع أفضل وقدرة تنافسية أكبر إن شاء الله خلال الفترة القادمة. ومرة تانية سعيد جدا أكون موجود النهاردة هنا، ونسيب العرض دوت، وإن شاء الله نوعد إن كل ربع سنة نبعت لحضراتكم تحديث لهذا العرض، سواء ما تم أو ما تم أو لو في أي إضافات في الإجراءات المستهدفة أو في النتائج المالية. مرة تانية شكرا جزيلا على الدعوة، وإن شاء الله يعني بإذن الله هذا العام نقدر نشتغل ونحقق كما حكى.